دلارجا فتحي من تاكسلاند بولاية باتنا، أب لطفلين كان يعيش حياة طبيعية إلى أن شاءت الأقدار أن يصاب بحادث تسبب له بشلل نصفي جعله يعاني في صمت. الحاجة الأولى الحمد لله على ابتلاء ربي سبحانه لعبده. الاسم درجة فتحي، عمري 39 سنة. متزوج أب لطفلين، وسبب الحادث هو رفع مستودع رفع الريدو تاع الكراج، مما أحسست في شيء أو حس المهم هي فقرة في العمود الفقري تحرك. وبعد 3 أشهر أو 4 أشهر كنت أشتغل في اسم كما نقولوا حنايا أكسيدو طرافاي، هذا بدالي في جانات، كنت بعيد على المستشفى 200 كيلو ولا 300 وما عالجتش. ومن بعد روحت لهنا لباتنا، ريحت 3 شهور ولا 4، كنت لاباس، رقدت. ومن بعد كي رقدت نوض الصباح لقيت روحي مشلل، والظروف المعيشية تاعي شوية 1200 ألف تاع الإعاقة ما عندها ما تكفي مسؤولية. المسؤولية راكم طابو كبيرة عليا، عندي زوج ولادي قراو ما لحقتش، ونطلب من رئيس الجمهورية نجيب تبون ووزير الصحة ووالي ولاية مثلا إن شاء الله يعاونوني. دلارجة فتحي يناشد المحسنين والقلوب الرحيمة بتقديم يد العون لإجراء عملية خارج الوطن بتركيا للرجوع لحياته الطبيعية مع عائلته وأطفاله، راجين الله عز وجل الشفاء العاجل، فهل من مجيب؟